مشاهدينا مساء الخير، نحييكم في حلقة جديدة على الهواء. تابعنا معاكم بالأمس، كنا على الهواء بعض التفاصيل في العملية الإرهابية التي استهدفت كمينا متحركا لقوات الشرطة وأدت إلى استشهاد اثنين من الضباط وأحد الجنود. وبالتالي هنا بعض هذه العمليات الإرهابية يا جماعة تستدعي طبعا، احنا بعد العمليات الإرهابية تماسك المجتمع المصري كله قبل وبعد، والعمليات الإرهابية لا تزعزعه، لكن أحيانا لا يجب أن نتوقف ونتساءل ونعيد تقييم أنفسنا. صحيح مش هينفع نوجه انتقادات لأنه في ناس تدفع ثمنا وفي ناس بتستشهد، والشهداء كل يوم، وبالتالي لا يجب أن نكتفي بتشييع شهدائنا ودفن موتانا من الشهداء من الضباط والمواطنين العاديين. حتى القضية أنه عند لحظة معينة لما تتعدد العمليات بهذا الشكل يجب أن نتوقف قليلا ونعيد تقييم أنفسنا دون أن يكون هذا الكلام موجها ضد احد، يعني زي ما بيعتقدوا البعض وهيقول لك انه يعني يوجهون انتقادات للشرطه في الوقت اللي في شهداء الشرطه يسقطون يوميا في مواجهه العمليات الارهابيه. لا، خلينا نعيد تقييم الوضع الامني من جديد، واعاده التقييم هي لتصحيح الاخطاء اذا كانت هناك اخطاء، وبالتاكيد هناك اخطاء. ما الذي يمكن أن يؤدي إلى استهداف كمينا متحركا، لاستهداف كمين متحرك بهذا الشكل، وما الذي يمكن أن يؤدي إلى استهداف كنيستين في وقت كان كل الكلام فيه عن استهداف الكنائس في مصر في أعيادهم وفي يوم الأحد تحديدا. إعادة التقييم مطلوبة، مش هنقول أكتر من كده، إعادة التقييم مطلوبة وإعادة تصحيح الأمور مطلوبة أيضا في هذا التوقيت بالذات، خاصة العمليات من هذا النوع بتنفذها ما يسمى بالعمليات النوعية. جماعة الإخوان خلاص في مجموعة من الشباب، في مجموعة طبعا بتقول لا الإخوان تسلك طريقا سلميا، واختلفوا مع من يسلكون طريق العنف، في اعتقادي انه الافكار نفسها هي اللي بتؤدي الى العنف والتطرف، وما فيش جماعة سلمية داخل جماعة الاخوان ولا جبهة سلمية، احنا بنتعامل مع كيان ارهابي. المشكلة مش في الاشخاص الذين ينتمون اليه بقدر ما هي في الافكار التي يحملونها والتي توارثوها واللي بتؤدي في النهاية الى ده، اللي هو في مقدمتها الولاء للجماعة فوق الولاء للوطن. وبالتالي يعني مفيش لا حمائم ولا صقور داخل الجماعة الإرهابية، لكن في مجموعة من أسموا أنفسهم الشباب طيار محمد كمال بينفذوا بعض العمليات الإرهابية بيسموها العمليات النوعية، لأنه ده عمليات بتقوم بيها جماعة الإخوان. معنى كده انه في اخطاء تتعلق بعدم القدره على تفكيك معظم الخلايا وكشفها، خاصه انهم هنا من جماعه الاخوان مش الجماعات الداعشيه، مع يقيني ان الارتباط موجود يعني، وانه يعني ما فيش فجوه بين الاثنين، لكن العمليات اللي بيتم تنفيذها في القاهره بهذا الشكل اللي بتستهدف ضباط شرطة في المحافظات وفي القاهرة هي عمليات بتعلن عنها أعضاء في جماعة الإخوان، زي ما أعلنوا منذ قليل حسمة هكذا تسمي نفسها. ده محتاج لإعادة تقييم الأمور وإعادة وضع الضوابط من جديد، وتعالوا نتأمل في الوضع الأمني ونطرح سؤالا، هل نجحنا أم فشلنا؟ والنجاح يمكن أن يستمر ولا بيحصل أحيانا في بعض المطبات وتحدث مناقشة تتعلق بهذه القضية. تعالوا نشوف العملية الإرهابية التي شاهدناها أو التي تابعناها معكم بالأمس.
شيعت اليوم جنازات شهداء الشرطة الثلاثة الذين قضوا في هجوم إرهابي مسلح على كمين أمني بالطريق الدائري أمس. الشهيد النقيب أيمن حاتم الذي أعاد نشر ما كتبه على صفحته بفيسبوك قائلاً: يا رب إذا حضرتني الوفاة فسخر لي من يلقنني الشهادتين وأطلق بها لساني واختم لي خاتمة حسنة. كما ودع المشيعون جثمان الشهيد النقيب محمد وهبة الذي كتب على حسابه في فيسبوك عبارات عن إحساسه بقرب استشهاده. وفي المنوفية شيع أهالي أشمون جثمان الشهيد أمين شرطة شعبان محمد عبد الحميد في جنازة عسكرية وشعبية حاشدة، وتبنت حركة حسم الإرهابية مسؤوليتها عن الحادث. مش بالعدد كم أم حزنت على الولد، سبت البطل زي الوتد، قال المهم ان البلد ما تتهدش يا امي بلاش تحزني تبكي لانه ما جاش، بتترجم بكم فيك عاش ودول عايشين.